يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العاصمة بكين، ويسعى لتعزيز العلاقات مع الصين الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لبلاده. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف ناقش مجموعة من قضايا التعاون الثنائي والتعاون على الساحة الدولية، كما تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع المهمة ومنها الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إذن حول هذا أو هذه الزيارة تنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليلي. أهلا بك معنا ديالا، لنقف أكثر إذن على ربما أبرز المواقف والتصريحات الصادرة في سياق هذه الزيارة، أهميتها يمكن تحديدا في هذا الوقت. نعم، أهلا دينا. بالفعل هناك الكثير من البنود المهمة لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العاصمة الصينية بكين، أبرزها كما تتحدث الصحف الروسية وهي 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبكين، إضافة إلى المواضيع الساخنة كما وصفتها الخارجية الروسية التي سيتم التطرق إليها خلال هذه الزيارة. قبل نحو ساعة أو أكثر بقليل بدأ هناك لقاء خلف الأبواب المغلقة بين وزير الخارجية الروسي ونظيرها الصيني. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء، لكن تم فقط نشر صورة لهذا اللقاء. لكن هناك كما ذكرت قبل قليل كان هناك الكثير من المواضيع، لعل أبرزها هي العلاقات الثنائية بين البلدين إن كانت السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، إضافة إلى القضايا السياسية الدولية وهي أبرزها هي الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. خاصة لو تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية، منذ خلال هذا العام كان هناك زيارة للمبعوث الصيني لشؤون الأوراسية إلى روسيا لبحث الأزمة الأوكرانية، وكذلك الجهود التي تقوم بها الصين خلال العامين الأخيرين فيما يخص وضعها الحيادي في الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى المبادرة التي خرج بها الجانب الصيني والتي أسمتها موسكو بالمبادرة الجيدة والقريبة بالنسبة للجانب الروسي من بين العشرات من المبادرات التي تقدم بها العديد من الجهات. كذلك يعني هذه الزيارة تأتي بعد انتهاء زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية وقبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين. وأيضا كما تتحدث الصحف بأن هذه الزيارة ربما تأتي قبيل أو زيارة تحضيرية لزيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تحدثت بها مؤخرا العديد من الصحف وأيضا الناطق باسم الكرملين، لكن لم يتم التأكيد على موعد نهائي لهذه الزيارة، وربما ستكون هي الزيارة الأولى للرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين بعد إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مارس الماضي. هناك الكثير من يعني الصحف الروسية تتحدث كثيرا عن هذه الزيارة، خاصة بأن هناك محاولات كما يقول الجانب الروسي من الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة للضغط على الصين لعرقلة العلاقات التي تجمع بكين وموسكو. نعم دينا، أشكرك جزيل الشكر ديالا الخليلي مراسلتنا في موسكو على كل هذه التفاصيل.